نتكلم عن تفاصيل برضو مهمة جدا، يعني نتكلم عن ايه الفرق بين في الاعراض ما بين القولون التقرحي ده وما بين انه يبقى قولون عصبي فقط. يعني هل في اعراض مميزة؟ لانه ده طبعا قد يكون له علاج وده طبعا له علاج مختلف. طبعا القولون التقرحي مرض مزمن، مرض مزمن ومرض يعني مناعي، قد يكون يعني لسه لحد هذه اللحظه الطب ما عرفش طبيعه المرض ده ايه، ولكن اغلبيه النظريات الطبيه بتقول ان ده غالبا مرض مناعي. بس مرض مناعي مزمن، يعني بيعمل ايه؟ بيعمل تقرحات والتهاب في جدار القولون كله. احنا في عندنا نوعين من القولون التقرحي، او نوع من نوعين من انواع التهابات القولون اللي هي التقرحيه، واحد اسمه الالسراتيف كولايتس القولون التقرحي، واحد اسمه كرونز ديزيز مرض كرونز. النوعين دول بيعملوا حاجه مميزه جدا، بيعملوا اسهال مزمن متكرر جدا لدرجه ان ممكن يقفل يوم 20 مره، ويعمل معاه نزيف شرجي. يا يعني إله، مع هذا الاسهال نزيف شرجي، ده التقرحي. التهاب القولون التقرحي او كرونز ديزيز اللي ايوه هي ايوه بيسميها مجموعه الانفلاماتوري باول ديزيز، يعني الالتهابات القولونيه. المرض ده بيوصلنا لدرجه تقرحات ونزيف مؤديه الى انيميا. طبعا بدل نزيف. بالظبط، يعني دايما المريض التهاب القولون التقرحي بيبقى عنده انيميا طب جامده هو ده جدا. سببه ايه اصلا؟ مروح السبب حاجه مناعيه، حاجه غير معروفه لحد هذه اللحظه، يعني بس مش غالبيه ميكروب، النظريات مش عادات، لا مش لا خالص، اوكي. دي حاجه بيبقى الانسان بتيجي بتولد بيها غالبا، وما بتبانش يمكن مع لما يكبر شويه، لكن بتبقى حاجه غالبا حاجه مولود بيها، حاجه مرتبطه بالمناعه، وليها علاجات بقى طبعا مدى الحياه. يعني اللي عنده التهاب قولون تقرحي ده بياخد علاج بكورتيزون وعلاج مثبطات للمناعه وادويه اخرى تتاخد مدى الحياه، واحيانا قد نحتاج في هذا المريض الى استئصال جزء من القولون او استئصال القولون كله. نلجا لكده في بعض الناس. فده مرض مزمن ومرض مصحوب بتغيرات في التحاليل ده بتاعتنا، بيبقى عرضه الإسهال الشديد والإسهال المدمم الاسهال أو المدمم. النزيفي أو اللي فيه النزف، يعني بالظبط، فيه نزف. وده مصحوب بحاجتين مهمين جدا، مصحوب بتغيرات في التحاليل. يعني لما اجي ابص على تحليل على سرعه الترسيب اللي بتدلل لنا في التهاب مزمن في الجسم في اي عالية مكان، جدا. لا عاليه جدا، يعني مصحوب بحاجه اسمها ماده معينه كده اسمها كالبروتكتين بتفرز في البراز، موجودة برضه. موجوده. فلما اجي اعمل له تحليل براز ادور على هذه الماده الاقيها، والاقيها بتتر عالي، ده معناه ان في ده بينبهني ان في التهاب. فمصحوب بتغيرات في التحاليل. القولون العصبي ما عندوش، ما فيش في لا القصه ما دي، فيش كده، لا تيجي تعمل له كل تحليل وتلاقيه سليمه. هو انتفاخات، هو بتاع اسهال ومساك، عارف التهاب انت القولون التقرحي مصحوب بتغيرات في جدار القولون نفسه. يعني لما نيجي نعمل للمريض ده منظار. منظار على القولون وناخد عينه من جدار القولون ونحللها، الاقي دكتور الباثولوجي كاتب لي ان ده عنده التهاب قولون تقرحي، واخد كل قرح القصائص، قرح قرح. قرح، واخد قصائص الخلايا الالتهاب الفلانيه، وفي منظر الفلاني والمنظر الفلاني والمنظر الفلاني، اللي هو بيقول لي في الاخر ان دي صوره التهاب قولون تقرحي. لكن لو انا عملت لمريض القولون العصبي لا مش منظار هلاقي. وخدت عينه، هقول له القولون سليم 100%. لكن هل التقرحي مقدمة، القولون التقرحي مقدمة لا قدر الله الأورام أو غيره، ولا ملوش صلة؟ هو احد الاسباب، احد اسباب الاورام التهاب القولون التقرحي، لما يقعد متكرر فترات طويله قوي وما يتعالجش كويس ممكن في الاخر الخلايا لطبيعة تغير الأنسجة في يحصل تغير القولون. في الانسجه في مكان ما في القولون ويعمل اورام سرطانيه. عشان كده دايما المريض اللي عنده قولون تقرحي بنعمل له سكريننج، يعني كل فتره طبعا لازم نعمل منظار قولون، نتابع ونستكشف القولون كله، نشوف هل في اي تغيرات ولا لا. بالظبط. معايا تليفون كام؟